أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صناع القرار. كل عام وأنتم بخير جميعا، حيث عدنا من إجازة عيد الأضحى الذي امتدت لعدة أيام. فأحاديث الناس خلال هذه العطلة ركزت على الشان السياسي الوطني، وصب اهتمام الناس أيضا على الشان الاقتصادي الضاغط الذي عكس مدى قلق وتوتر المواطن لارتفاع الأسعار الذي شمل كل شيء. فالمواطن هربا من الضغط النفسي الذي يعيشه أصبح ميالا للنكتة والسخرية، وهذا جديد على الشعب الأردني. لذا نقول مبروك ووداعا للكشرة التي كان المواطن الأردني يوصف بها سابقا. كما شهدت عطلة عيد الأضحى المبارك اهتماما واضحا بأحاديث الناس عن تطورات المشهد البرلماني والانتخابات الرئاسية القادمة والمكتب الدائم لمجلس النواب. ففي ظل هذا المشهد تم الإعلان مؤخرا عن تشكيل ائتلافين نيابيين. ففي حلقة هذه الليلة من برنامج صناع القرار نرحب بضيوفنا الأعزاء سعادة النائب الدكتور عساف الشوبكي والمرشح لرئاسة مجلس النواب القادم، وسعادة الدكتور رائد إحجازين. فأهلا وسهلا بكم ضيوفا أعزاء في هذا الليلة. أهلا بك، حياك الله. ضيوفنا الأعزاء، حقيقة أن إجازة العيد كثر الحديث عن قضايا كثيرة من القضايا السياسية والاقتصادية، لكن نحن ما يهمنا في هذه الحلقة في بدايتها حول موضوع انتخابات رئاسة مجلس النواب القادم والتي يفصلنا عنها مدة أسبوع تقريبا. يعني في البداية سنركز على المشهد الانتخابي وتشكيل الائتلافات النيابية التي طرأت مؤخرا، ومدى تأثيرها هذه على قيادة مجلس النواب القادم. فيعني حابين نركز على هذه الائتلافات حقيقة، وعن المرشحين وما هي البرامج، هل في برامج الآن لرئاسة المجلس، وخصوصا في ظل اللغو والذي نسمعه أيضا على مجلس النواب كما نسمعه على الحكومة في سخط مواطن أيضا على المجلس نفسه. فمن أين نبدأ الحديث إذا بتسمح لنا بس نترك المرشح يتحدث؟ تفضل يا سيدي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. شكرا لك أستاذ محمد على هذه الضيافة، وشكرا لهذه القناة التي تسمع الرأي وتسمع الرأي الآخر. فيما يتعلق بمجلس النواب، يعني مجلس النواب قارب عمره على السنة تقريبا، في كان دورة غير عادية ودورة استثنائية، والآن مقبلون على الدورة العادية الأولى في عمر مجلس النواب 17. هناك استحقاقات، من هذه الاستحقاقات انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم في مجلس النواب. هناك حراك وحراك طبيعي في المجلس لتسنم هذه المواقع في مجلس النواب، بدءا من رئاسة المجلس إلى النائب الأول إلى النائب الثاني إلى المساعد الأول إلى المساعد الثاني. هناك كتل كانت متشكلة أصلا، وكتل تشكلت، وكتل اندمجت مع بعضها البعض بأسماء جديدة، وهناك كتل أيضا في طور الإنشاء لهذه الغاية. ما أود الحديث عنه أنه يعني صار واضح الآن أنه في بروز كتل تتشكل على نهج سياسي معين،
يعني مثل كتلة النهضة، التجمع الديمقراطي، والآن في تحالف بين كتلة النهضة وبين التجمع الديمقراطي، وهناك مرشح من كتلة النهضة ومرشح من التجمع الديمقراطي لرئاسة المجلس، وربما في الأيام القليلة القادمة نجتمع الكتلتان معا للتوافق ربما على مرشح توافقي لرئاسة المجلس. بل ما بين مجلس النواب والشعب والناس، يعني لغاية الآن المشهد فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم في المجلس، احنا كل النواب جاءوا في برامجهم، ولعل البند الرئيسي في البرامج الانتخابية هو الإصلاح والتغيير. المواطن الأردني لم يلمس الإصلاح ولا التغيير في المشهد النيابي فيما يتعلق برئاسة المجلس، وأيضا فيما يتعلق برئاسة الحكومة، وأيضا فيما يتعلق برئاسة الديوان الملكي. مع الاحترام الشديد لهؤلاء الشخوص، كلهم من الحرس القديم، ولغاية الآن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا فيما يتعلق بالإصلاح، وفيما يتعلق بالتغيير، وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، وفيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين. لغاية الآن أنا أعلنها على الهواء مباشرة، فشلنا في الإصلاح والتغيير كمجلس نواب. طيب سيدي، خلينا نوقف عند موضوع التغيير والإصلاحات ونعرف ما هو المطلوب من التغيير والإصلاح، لكن نشوف سعادة الدكتور حدثنا عن المشهد الانتخابي الآن وعن التكتل اللي تم مؤخرا، وهو أحد أخي محمد، كمان أنا أريد أن أشكر هذه المحطة وأشكرك، وأرحب بالإخوة المشاهدين وبزميلي سعادة النائب الدكتور عساف، وفرصة طيبة أن نلتقي بجوز لي مرة أخرى في هذه القناة الرائدة. يا سيدي، أنا أعتقد أن رؤية جلالة الملك في خطاب العرش وعندما قال بأنه يريد إصلاحا للنظام البرلماني، يريد إصلاحا للبرلمان، يريد عملا مؤسسيا في البرلمان، وأعلنه في أكثر من مرة في لقاءاته مع النواب، وفي لقاءاته مع المسؤولين، وفي لقاءاته مع صناع القرار، أنه يتمنى أن يكون في البرلمان حزبين أو 3 أحزاب تقود هذا البرلمان، وأننا نطمح لأن يكون عندنا حكومة برلمانية تقود العمل السياسي والسلطة التنفيذية. هلا في ظل غياب الأحزاب بشكل واضح عن ساحة البرلمان، هناك كتل برلمانية ائتلفت، تشكلت في شيء منها بطور التشكيل، ائتلفت فيما بينها، تأمل ونأمل نحن جميعا أن تقوم هذه الكتل البرلمانية أو هذه الائتلافات بالتعويض عن العمل الحزبي. هلا هذا قد يكون هذا العمل بجوز في أول مرحلة، أول 7 أشهر، مثل ما تكلم أخي عساف إنه إحنا كنا في دورة غير عادية، عندنا 92 نائب جديد من الزملاء، لسه النواب ما بنعرف بعض، فكان بجوز بدنا وقت لنتعرف على بعض. الآن مرت هال8 أشهر الدورة الغير العادية مع الدورة الاستثنائية، بعتقد معظم النواب صرنا نعرف بعض، بعتقد صار عندنا خبرة تراكمية للقدامى، وخبرة تراكمية لزملائنا الجدد. اثنين، النقطة المهمة أنه هذا البرلمان أقر النظام الداخلي الذي كان جلالة الملك ركز عليه أكثر من مرة، لأنه ما عاد العمل الفردي يثري الحياة السياسية ولا مجال للعمل الفردي، المطلوب العمل الجماعي، العمل الكتلوي. الآن إخواننا في كتلة النهضة وفي كتلة التجمع الديمقراطي سبقونا وعملوا ائتلاف فيما بينهم، شعروا بحس مسؤولية أنهم
لا يستطيعوا أن يعملوا منفردين أو لأسباب أخرى. نحن كمان كتل ثلاثة تلفنا: جبهة العمل الوطني مع جبهة الوسط، كتلة الوسط الإسلامي وكتلة وطن، وشكلنا الائتلاف الثاني. وبجوز الآن في هناك ائتلاف ثالث سيتشكل، ونحن نتأمل. أنا أمنيتي أن يتشكل ائتلاف ثالث، وأنا وجهة نظري أن العمل البرلماني وانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم يجب أن لا تشق المجلس طوليا. لا يجوز إقصاء أي طرف عن العمل البرلماني والعمل السياسي. يجب أن نكون شركاء، هناك مرشحين من كل الائتلافات. يجب أن تنتهي المعركة الانتخابية كما بدأت بسلام، وأنا أعتقد أن العمل يبدأ بعد الانتخابات إذا كنا فعلا نريد عملا مؤسسيا، وإذا كنا فعلا نريد عملا برلمانيا محترما. أنا أعتقد ليس مهما من يأتي رئيسا لمجلس النواب، أنا أعتقد المهم طبعا شخصية رئيس مجلس النواب شخصية مهمة، هو يقود المجلس إلى بر الأمان، هو الناطق الرسمي باسم المجلس، يعبر عن تطلعات المجلس، يدير الجلسات. هذا أنا لا أنقص من وظيفة رئيس مجلس النواب، ولكن أنا أعتقد أن الأهمية في مجلس النواب هي للجان. وأنا أعتقد أن سبب ضعف أداء المجلس النيابي 17 في الدورة العادية الغير العادية والاستثنائية هو أن اللجان في غالبيتها لم تكن لجان متخصصة. طب تسمحنا يا سيدي بس نسأل، أنه عملية تشكيل الائتلافات اللي جاءت مؤخرا، نعم، هل جاءت على أسس فكرية أو سياسية أو جاءت على نظام الفزعة؟ لا 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 لا، خليني أنا بدي أقول لك يعني لا، يعني نحن كلنا مقتنعون أن العمل الفردي لا يجدي شيء. الآن النظام الداخلي أسس لكتل، وأنه الكتل بدها تكون 10% من عدد مجلس النواب، يعني الكتلة حتى يعترف بها وتسجل ويكون لها حصة في المكتب الدائم واللجان، وبدها تكون 10%، يعني بدها تكون من 15 زميل فما فوق. الآن عندما تعمل كتلة 15 زميل سوا، إذا بدهم يعملوا عمل مؤسسي 100% ما بيكونوا مثل إذا ائتلاف 40 واحد أو ائتلاف 50 واحد. العمل الجماعي عمل أقوى وعمل مثري للتجربة وعمل مؤسسي. هلأ نقول إنه على أسس حزبية، ما عندنا أحزاب، إحنا في المجلس لا يوجد أحزاب. مع احترامي لحزب إخواننا في الوسط الإسلامي، ومع احترامنا لزميلنا وأخونا معالي أبو هزاع ومعالي عبد الهادي المجالي، هم الوحيدين اللي نزلوا ونجحوا على أسس حزبية. إذن بالتالي المجلس يفتقر للأحزاب. نحن ائتلفنا، أنا بعتقد، أنا بحكي عن ائتلافنا، هلا بجوز الأخي الدكتور عساف يحكي عن ائتلافه. نحن عندما ائتلفنا لم نأتلف على أسس حزبية، نحن نطمح أن نكون ائتلاف نعمل ببرنامج، وسيكون لنا برنامج. لن نقول أننا سنكون في المعارضة ولن نكون في الموالاة. نحن سيكون لدينا برنامج في الصحة، في التربية والتعليم، في الزراعة. الحكومة التي تتبنى برنامج هذا الائتلاف سنقول لها نحن معك، والحكومة التي لن تتبنى برنامجنا ولن نتفق معه سنكون في معارضتها. بالتالي لن نعارض لأجل المعارضة والمماحكة، ولن نوالي لأجل أن نقول أننا موالون لهذه الحكومة أو تلك. طب تسمح لنا